الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم في الله بلال بن إدريس الأرداني من مهاجر من بورما، من أرض بورما، وأنا الآن في ماليزيا مهاجر منذ 6 سنوات. درست سابقا في بورما جامعة دار العلوم يانغون بورما. بعد ذلك التحقت بالدراسة في جامعة مظاهر العلوم سهارنبور الهند. بعد أن أكملت دورة الحديث بدأت بالدراسة لتخصص الفقه الحنفي بنفس الجامعة، وبعد ذلك سافرت إلى مصر إلى جامعة الأزهر الشريف بمصر لإكمال الدراسة بنفس التخصص الفقهي، والآن أتحمل مسؤولية الإفتاء والفتوى والإرشاد لإخواننا المسلمين المهاجرين من أرض بورما المتواجدين في ماليزيا، وأيضا مدير لمدرسة زبيدة لتعليم الدين. والآن أنا مع برنامج تبني حفاظ الذي يرأسه الأخ الماليزي محمد أبو نبراس، ونحن الآن في بداية المشوار لإنشاء معهد دار الحفاظ وتفقه المهاجرين لأبنائنا من ميماريين. علما لكم جميعا بأنه منذ 10 سنين لغاية الآن لم توجد مدرسة دينية إسلامية لأبنائنا المهاجرين من بورما داخل ماليزيا بعد أن هاجروا من بلادهم حفاظا لدينهم وإيمانهم وأعراضهم، فبدأنا بإنشاء هذه المدرسة المباركة إن شاء الله تعالى، وهي التي تحت اسم معهد دار الحفاظ وتفقه المهاجرين. والذي أريده من حضرتكم جميعا إخواننا في الدين والإيمان أن تساعدوننا في تكميل هذا المشوار المبارك إن شاء الله تعالى من ناحية المساعدة المالية والمادية، إما بإرسالها على عنوان الحساب الموجود أو الاتصال على رقم الهاتف. ولكم منا جزيل الشكر، والله لا يضيع أجر المحسنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.